حياة الماعز ما ظلمش حد علشان الناس اللي زعلانة بس واخدة الكلام على صدرها جوي وحرجها لأحداث الفيلم. الفيلم فضح الكفيل السعودي الظالم، أما المحترم فعارف نفسه. الكفيل السعودي اللي مجرد ما توصل للسعودية يقول لك هات جوازك، واللي قبل ما تخطي أي خطوة وتروح أي مكان لازم يديك الإذن. لو هتروح أي مكان حتى في السعودية لازم تاخد الإذن منه. أذنك ماشي، ما أذنكش يبقى محلك سر ولا تقدر تتحرك ولا تعارضه. اللي ما تقدرش تروح بلدك ولا تروح لبيتك ولا لزوجتك ولا لأولادك بدون ما تستأذن منه، تمام، بدون ما تاخد الإذن منه. اللي ما تعرفش تقضي أجازة غير بمزاجه هو وبالمدة اللي يحددها لك هو. اللي يطلب منك نسبة من 4 ل 5 آلاف ريال سعودي، اللي يقسمك في رزقك وفي أكل عيشك، ده غير الإقامة. الإقامة حاجة حضرات والنسبة حاجة. دفعت له النسبة ما دفعتش، اديتها، اشتغلت ما اشتغلتش، روحت بلدك ما روحتش، النسبة لازم ياخدها. ميري ملكي لازم ياخد النسبة بتاعته، ده غير فلوس الإقامة. ما ظلمش الكفيل اللي لما يكون معاه شغلانة في بيته أو عند بيت واحد صاحبه أو عند خطيبته أو عند أي واحدة يقول لك روح اعملها، تاخد فيها شهر تاخد فيها شهرين، اشفط بطنك وعدي، ماليش دعوة بيك، ما يديلكش أجرك. السعودي اللي لما تشتغل عنده بعد ما تشتغل شهر واثنين وثلاثة وتطفح المر وتبقى مستني تقبض علشان تبعت مصاريف بيتك يقول لك لا مالكش حاجة عندي، ولما تطالبه وتزودهم يسحب سلاحه عليك. وحصل، أقسم بالله العظيم حصل، وفي ناس كتير حصل معاها الموضوع ده. كفيل السعودي اللي يقول لك لا لازم النسبة بتاعتي من 5 ل 6 آلاف ريال سعودي، هتقول له لا خلاص انت حر، هتروح مكان من غير اذنه انت حر، يقوم شكك ببلاغ، ده مبلغ عنك، يقول لك الكفيل ده مبلغ عنك، لك حق عنده ولا ليك اي حاجة، ممكن يكلم اي حد قريبه وبهدلك، ما تعرفش تنزل، تبقى مخالف، تطوف عليك ومش عارف ايه، وتبقى عليك فلوس ويبقى عليك مخالفات ويبقى عليك وانت اصلا مش شغال. الفيلم ما ظلمش الكفيل الظالم اللي ما يعرفش ربنا، اللي ما بيتعاملش بالانسانيه، اللي مشحطط اغلب الناس. احنا ما عملناش افلام، انتوا بتتكلموا مع المصريين، هي المصريين عملت افلام، بالعكس ده البعض منا طالع يدافع عنكم. ده ما يمنعش انه في ناس محترمه، المحترم عارف نفسه. الكفيل اللي بيعرف ربنا وبيتعامل بما يرضي الله ما هو عارف نفسه. اللي ما بياخدش نسبة أو بياخد نسبة بسيطة ما هو عارف نفسه. اللي بيسيبه يشتغل وياكل عيش في أي مكان ما هو عارف نفسه. اللي ما بيستعبدهوش ما هو عارف نفسه. لكن الكفيل اللي بيقول لك لازم النسبة بتاعتي، اشتغلت ما اشتغلتش، في ناس يعني، في ناس من كتر موضوع النسبة ده والبلاغات اللي فيها والمخلفات اللي عندها بقالها 4 سنين و5 سنين مش عارفة تنزل. فيه اللي بقاله 8 سنين اقسم بالله ما قادر ينزل، في اللي بقاله 7 سنين و6 سنين مش قادر ينزل. بيقول لك عليا فلوس، عليا فلوس في السعوديه، عليا فلوس في البلد، الكفيل مبلغ فيا. طب مبلغ فيك ليه؟ ما اديتهوش النسبه بتاعته. طب النسبه بتاعته كام؟ 6000 ريال سعودي. طب انت اشتغلت؟ انا ما بشتغلش، ما فيش شغل اصلا، الوضع مريح هناك، بس هو لازم اخي بارك لازم الفلوس بتاعته. انتوا بتتكلموا فيها، الناس اللي زعلانه زعلانه ليه؟ الناس اللي بتدافع بتدافع عن مين؟ بتدافع عن الباطل. لك الحد ليه جميل عليك، حد عمل معاك موقف كويس، كفيلك محترم، اطلع واذكره واتكلم عنه واذكره بشخص، زي ما احنا بنذكر الناس الوحشه بشخصها. كل واحد خلاص، احنا مش بنقول الكل وحش، احنا مش بنقول لا، في فرق ما بين السعوديين وما بين الكفلة، عشان نكون واضحين، في فرق ما بين السعوديين وما بين الكفلة، وفي فرق ما بين الكفلة المحترمين وحط تحتها 100 خط، والكفلة اللي ما يعرفوش ربنا، اللي منهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وحتى السعوديين برضه فيهم الوحش وفيهم الحلو، والأغلبية حلوة، ده ما قلناش فيه حاجة. ولكن احنا بنتكلم على نظام الكفيل، النظام الاستعبادي اللي استعبد البشر، اللي قاسم الناس أكل عيشها، اللي قاسم من الناس قوت يومهم. النظام الظالم اللي بيقول لك لازم النسبة، اللي سابوا الكفيل يتصرف براحته. الكفيل المتجوز الناس اللي على اقامته، ممنوع تروح اي مكان بدون اذن، ممنوع تروح بيتك بدون اذن، اجازتك اللي هتقضيها مع مراتك واولادك باذني وانا اللي حددها لك، شهرين ثلاثه، ها لما يديك التاشيره ويديك الختم، 3 شهور 4 شهور 6 شهور شهر واحد يومين حسب ما يقول لك،
انا عمي بقالي 6 سنين 7 سنين ما نزلتش بلدي، بقالي 4 سنين ما روحتش لولادي، فين النسبة بتاعتي؟ لا خلاص انا ابلغ فيك، واخد جوازك هتروح فين؟ وفيهم اللي واخد الجواز والاقامة الاتنين، تروح تتكلم معاه يتبلى عليك وهو صادق وانت ابن كذاب. الناس اللي هناك سيبوني يعني، معلش في الكلمة، الفيلم خلى الناس اللي هناك تقول انه في حد حس بينا، خلى فيه الناس اللي هناك المطحونة والمظلومة هناك، معلش في الكلمة، ما انا مش ما انت سبب، انت مجرد سبب، ما تقوليش خد بعضك وامشي والكلمتين دول، الزمن دوار ها. بس انت لما تجينا انا هكرمك وانت عارف وعملتها والتاريخ يشهد، انت مجرد سبب، ما تستغلش السبب ده وتظلم. خلاص دولتك جايباني بإقامة، دفعت ثمن الإقامة، عليا النسبة. طب خلاص النسبة بسيطة، حب بيني وبينك، خد 1000، خد 800، خد 1500، لكن تقطم ظهري وتقول لي 6000 ريال سعودي، يبقى سد الإقامة ب1000 ولا ب800 وانت تاخد مني 6000 نسبة؟ اي شرع واي دين اجيب لك من فين؟ اشتغلت ما اشتغلتش لازم من النسبة بتاعتك تاخدها. انا بتكلم كلام غلط، الناس اللي هناك ترد عليا. انا المشكله النسبه ما بتكونش على الشغل ده، بتكون المشروطه محطوطه او مخطوطه زي ما بيقولوا، شرط عليك فانت اشتغل، انهب بقى، انا ما اشتغلتش ماليش دعوه بيك يا عمي، ما فيش شغل وانت عارف الحال، مريح بقاله فتره في السعوديه، ماليش دعوه بيك، انا ليا النسبه بتاعتي. يلا بلاغ، يلا بلاغ، يلا بلاغ، تبص تلاقي نفسك مطارد هناك، عليك بلاغات. ايه يا عمي ده كفيلك، ده جوزك مبلغ فيك، جوزك اللي ما يسيبكش تروح اي مكان مبلغ فيك. تكلموا في ايه؟ نظام الكفيل نظام ظالم هناك، ناس استغلت واستعبدت به البشريه هناك، لكن الناس المحترمه منهم عارفه نفسها كويس، واحنا عارفينها يعني، معلش في الكلمه، كل اللي ليه موقف حلو والله بيدافع وبيقول فلان الفلاني كفيلي محترم، واللي كفيله ابن كلب بيقول عليه برضه، وبالمناسبه بيدعي عليه ليل ونهار وبيتحاسبن فيه. في ناس ضيق باعت رهنت ارض واستلفت واقترضت من البنوك علشان تحسن دخلها وتروح السعوديه، اتصدمت في كفيل خد منها الجواز وشغلها لحسابه وفي الاخر ما ادهاش حاجه، وعلى استعداد اطلع الناس دي معايا في بثات مباشر. ها هلف في الجمهوريه وهجيبهم لك، ده انا غير الناس اللي على مرأى ومسمع وشايفهم، لكن لو هتجي تقول لي هات لي نماذج الف اجيب لك، واجيب لك من عندي اول حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتوا بتتكلموا هم المصريين عملوا افلام، هو احنا عملنا ده؟ احنا ما اتكلمناش، معلش ده احنا ما اتكلمناش، جايبين الغلب كله في المصريين، سيبتوا الناس اللي دخلتوها بيوتكم وامنتوها على نسوانكم واكلتوها من ذاتكم تمام، واستعبدتوا اللي استعبدتوه منهم، وجلدتوا اللي جلدتوه منهم بعجلاتكم، ودخلتوا اللي دخلتوه منهم في بيوتكم، هم اللي عملوا الفيلم، هم اللي في الاخر كشفوا حقيقتكم وحقيقه الناس الظلمه من الكفله منكم. لكن انا ما فيش اي خلاف بيني وما بين السعوديه دولتي الثاني. ما تجيش تكلمني مثلا تقول لي الحرم والمكه والكعبه، ماشي، ده الارض، مال الارض ومال افعال البشر، وافعال البشر دي موجوده في العالم كله، فانا ما فيش خلاف بيني وما بين السعوديه، بالعكس الشعب هو السعوديه والحكومه وشعب على دماغي من فوق، ولكن انا بتكلم عن جزئيه معينه، الكفيل الظالم، وحط تحت الظالم دي 100 خط، ودول منهم عددهم كبير جدا تمام. بس حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه وكل مغترب. وبالمناسبة الحكومة السعودية هناك تعرف انه في عدد كبير جدا من الجالية المصرية متبلغ فيها هناك، اقامة، مخالف، ما دفعش النسبة للكفيل، ما عرفش الكفيل ما دقلهوش الاقامة عشان ما خدش النسبة بتاعته تمام، وده عدد كبير جدا، معرض للترحيل في اي وقت او معرض للسجن في اي وقت، ودول عددهم كبير جدا. ده كلامي، وده رجائي طبعا للحكومة السعودية هناك، شوفوا حل للناس دي، عدد كبير جدا الكفلة مبلغ فيهم هناك ما دقش الإقامة علشان ما خدش النسبة بتاعته. بالمناسبة النسبة بتبدأ من 4000 ل 6000 ريال سعودي، واللي هناك عارفين الكلام ده،
والله المرتاح يا جماعة والدنيا معاه تمام خلاص، اهدى بقى وملكش ملكش دعوة بغيرك، احنا بنتكلم عن المطحون. انت ربنا ان شاء الله ربنا كرمك براجل محترم الله يجازيه كل خير، تمام. خلينا نتكلم عن المطحون اللي كرمك وعاملك بالدين والإنسانية والمحبة، وراجل ما قصرش معاك في حاجة، بنقول له كل التحية والتقدير. ودول في منهم كتير جدا سعوديين، والظلمة منهم كتير، فاحنا اتكلمنا على الاثنين. اللي عندك اللي كرمك وجهنا له الشكر وقلنا له ربنا يجزيك كل خير وبندعي له زي ما انت بتدعي له، تمام. والظالم بيقول له منك لله وحسبنا الله ونعم الوكيل، واحداث الفيلم ما ظلمتكش وفضحتك. بس كده يا حضرات، شكرا لحضراتكم جميعا، واتمنى الناس اللي معايا على البث المباشر تتفاعل مع البث المباشر وتدوس على علامة القلب. إقامة 10,000، نسبة 10,000. طيب اتفضل يا عم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس على البث المباشر يا جماعه تدوس على علامه القلب وتعمل مشاركه للبث المباشر ده، خليه يوصل لاكبر عدد ممكن. اشوفكم على خير.